مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحوار، وأجمل تحية من تشنسي. مع طول أمد المفاوضات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمعروف ببريكسيت، لا تزال بعض القضايا العالقة بين الجانبين محل خلاف كالرسوم الجمركية والحدود بين بريطانيا وأيرلند. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق حول بريكسيت بحلول 29 من مارس 2019، ستخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق. ما احتمالات حدوث ذلك؟ وماذا عن الدور الجديد المتوقع لبريطانيا بعد الخروج الرسمي من الاتحاد الأوروبي؟ لمناقشة هذا الموضوع نستضيف اليوم في الاستوديو الدكتور ليو شين لو، وكيل كلية اللغة العربية بجامعة الدراسات الأجنبية ببكين. مرحبا بكم. أهلا وسهلا. وأيضا الأستاذ دسوقي عبد الحميد، خبير بوكالة سينهوا للأنباء. مرحبا بكم أيضا. وقبل الحوار دعونا نتابع تقرير تالي. بعد تصويت البريطانيين لصالح بريكسيت في استفتاء يونيو 2016، تقدمت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بطلب رسمي لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، وأطلقت بذلك مرحلة مفاوضات ستستمر لعامين اعتبارا من مارس 2017 إلى قبل موعد الانسحاب الرسمي المقرر في 29 من مارس 2019. إلا أن ملامح الورقة التفاوضية بشأن الخروج من التكتل تسبب في تمرد واسع داخل حكومة ماي، إذ اعتبر المتمردون أن بريطانيا تسير نحو نصف بريكسيت وستتحول إلى مستعمرة للاتحاد الأوروبي. من جانبها تسعى تيريزا ماي إلى التوصل إلى اتفاق حول بريكسيت واحتواء أعضاء حكومتها المتمردين وأن تحظى بموافقة البرلمان. في السياق نفسه، حذر حاكم المصرف المركزي البريطاني مارك كارني من مخاطر عالية وغير مرغوب فيها بعدم التوصل إلى اتفاق حول بريكسيت. مضيفا أن بلاده قد تواجه خللا في التجارة وبلبلة إلى حد ما في النشاط الاقتصادي، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار لفترة من الزمن. أولا أستاذ ليونارد، الحوار معكم في 26 من الشهر الماضي بعد الجولة الثانية من المحادثات مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، أعلن وزير البريكسيت البريطاني دومينيك راب إن الجانبين قد توصل إلى الاتفاق على 80% من المفاوضات حول البريكسيت. لكن في أواير هذا الشهر قال وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس بأن موقف الاتحاد الأوروبي سيدفع بريطانيا إلى بريكسيت بلا اتفاق. هل هذا يعني أن 20% المتبقية من موضوعات المفاوضات صعبة إلى درجة كبيرة؟ وما أبرز نقاط الاختلاف؟ نعم، كما قلت، يعني قد استخدمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي يعني 12 شهرا يعني للتوصل إلى 80% من المحتويات، ولكن هناك 20% يعني الباقية، ولكن هذه 20 الباقية يعني الأصعب يعني لكلا الجانبين، ومن بينها مثلا حدود أيرلند وصلاحية المحكمة الأوروبية وضمان حقوق المواطنين لبريطانيا وأعضاء الاتحاد الأوروبي، وإلى ذلك مثلا التدابير التجارية في الفترة الانتقالية والعلاقة التجارية الطويلة المدى بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وطبعا أعتقد أن الأصعب من هذه المشاكل هو حدود أيرلند، لأن الفضاء يعني للتنازل يعني لكل الجوانب يعني ليست كبيرة. طبعا ممكن أن نتحدث عن هذا الموضوع لاحقا. وإضافة إلى ذلك، أعتقد أن الوقت هو مشكلة خطيرة جدا بالنسبة إلى كلا الجانبين أيضا. مثلا قد مضت يعني أكثر من سنتين يعني منذ قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي. الوقت للجانبين يعني ليس كافية. مثلا إن لم يتوصل الجانبين إلى كل الاتفاق يعني جميعا في أكتوبر، فسوف
يكون صعب جدا للجانبين لإكمال الإجراءات القانونية الداخلية. من المعروف أن هناك خلافات كثيرة جدا بين القوات المختلفة الداخلية في الدول المختلفة، صحيح؟ فأعتقد أن هذه المشكلة. نعم، وأستاذ جسوبي، كما قلنا أن وزير التجارة الدولية يعني حمل مسؤولية فشل المفاوضات على جانب الاتحاد الأوروبي، وهو ليس الوحيد الذي يعمل ذلك. كذلك كان في 23 من يوليو الماضي، من الشهر الماضي، قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أيضا في برلين، قال إن الاتحاد الأوروبي يثق بأن بريطانيا سيقدم تنازلات مع مرور الوقت. فما تعليقكم على هذا الكلام؟ هل الاتحاد الأوروبي فعلا ينتظر تنازلات من جانب بريطانيا دون أن يتنازل هو؟ هو في الحقيقة يعني هذه معركة شد وجذب بين الجانبين. نعلم أن يعني بريطانيا كانت جزء من الاتحاد الأوروبي، ومع هذا الانفصال أو الانسحاب المرتقب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستنفصل العديد من المزايا والترابطات التجارية بين الجانبين. فهذه معركة شد وجذب بين بريطانيا وبين الاتحاد الأوروبي. كل طرف يريد الاحتفاظ بأكبر قدر من المزايا ومن الفوائد التي كانت تربطه بالطرف الآخر. في الحقيقة إذا نظرنا إلى إذا تطرقنا إلى فكرة التنازلات، كلا الجانبين يريد تنازلات من الآخر. بريطانيا وضعت خطوط حمراء أمام الاتحاد الأوروبي في مفاوضاتها، وهذه الخطوط الحمراء مثلا بخصوص اختصاص محكمة العدل الأوروبية، وبخصوص الرسوم الجمركية، وبخصوص أيرلندا الشمالية. لكن هذه الخطوط الحمراء يعني جعلت هناك رد فعل من جانب الاتحاد الأوروبي بتعنت في التفاوض مع يعني بريطانيا. فهذا من جهة، يعني الخطوط الحمراء التي وضعتها بريطانيا جعلت هناك تعنت من جانب الاتحاد الأوروبي. من جهة أخرى، هناك دول داخل الاتحاد الأوروبي تريد الاستفادة بأكبر قدر ممكن من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا على سبيل المثال. فرنسا هي منافس يعني قديم لبريطانيا. فرنسا لا تخفي أنها تريد يعني الاستفادة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأيضا تريد يعني التأثير على موقع لندن أو مركز لندن كيعني كمركز مالي في العالم. هي أيضا تريد استرداد وظائف موجودة داخل السوق البريطانية مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. مثلا في مشروع جاليليو لنظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية، هو هذا مشروع أوروبي. مع انسحاب بريطانيا أو مع التفاوض حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تم استبعاد يعني بريطانيا من عقود مستقبلية في هذا المشروع، وتم منح هذه العقود لصالح شركات فرنسية. فهناك تنافس من دول داخل الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا، حتى يعني تستطيع هذه الدول الاستفادة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى. كذلك أيضا لكن تريزا مي حاولت الاحتفاظ بهامش مناورة، يعني هي تريد قتل عامل الوقت الذي يحاول الاتحاد الأوروبي الاستفادة منه، وأرادت الاحتفاظ بهامش مناورة من خلال يعني الاتفاق مع حزب المحافظين الذي تترأسه، بأن بريطانيا يمكن أن تخرج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق. وهذا يعني يبعث حسب يعني ما يقول المحللون، هو يبعث برسالة إلى الطرفين. هو يبعث برسالة إلى حزب المحافظين والأطراف المناوئة لرئيسة الوزراء البريطانية داخل حزب المحافظين، بأنها منفتحة على كثير من التعنت من قبل الاتحاد الأوروبي
الأوروبي وأنها لن تفرط في المزايا التي تتمتع بها بريطانيا. كذلك أيضا هي تبعث برسالة إلى الاتحاد الأوروبي بأنها يعني على اتفاق مع حزبها، وأن يعني الاتحاد الأوروبي لن يستفيد من الضغط على تريزا مي من خلال يعني الخلافات الموجودة داخل حزب المحافظين نفسه. فأعتقد أن هذه معركة شد وجذب، وكلا الطرفين يريد الاستفادة من عملية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. نعم، ولنتحدث عن حدود أيرلند أستاذ ليو. كما قلتم قبل قليل أن هذه المشكلة من أبرز الخلافات بين الجانبين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. كما نعرف أن الاتحاد الأوروبي قد قدم 3 خيارات لتجنب إقامة حد فاصل بين بريطانيا وأيرلند، لكن الجانب البريطاني رفض كلها. فلماذا لا يريد الجانبين يعني أي تنازلات في هذا الموضوع؟ يعني إذا في حالة إقامة حد فاصل فعلا، يعني خروج أيرلند الشمالية من الاتحاد الجمركي الأوروبي، فما تأثير ذلك على الأوضاع في جزيرة أيرلندا وعلى الجانبين بريطانيا والاتحاد الأوروبي؟ نعم، إذا نريد أن نعرف يعني تأثير هذه القضية فعلينا أن نعرف الخلفية أولا. مثلا من المعروف أن قضية أيرلند يعني هي قضية يعني معقدة وحساسة جدا بسبب الخلافات المذهبية، فهي قد أثرت تأثيرا كبيرا يعني في السلام والتنمية والاستقرار يعني لبريطانيا وايرلند وايرلند الشماليه. ومنذ مثلا اواخر الستينات الى اوائل القرن الجديد، فهذه القضيه يعني قد ادت الى وفاه اكثر من 3000 يعني المدنيين، واكثر من يعني 40,000 يعني من الجرحى، وطبعا الخساره الاقتصاديه كبيره وبالغه جدا. طبعا يعني في عام 1998 هناك نقطة مهمة جدا يعني في عملية السلام، أي يعني وقعت بريطانيا وأيرلند يعني اتفاقية معاهدة السلام. فبعد ذلك توجهت مشكلة أيرلند يعني إلى الانفراج، وممكن أن نجد أن يعني أنه مع تعمق التكامل الاقتصادي الأوروبي أصبحت العلاقات بين أيرلند وبريطانيا يعني تتحسن، وتتطور يعني التبادلات الاقتصادية والثقافية والدينية، وطبعا هناك تبادل أفراد يعني بشكل كبير. وممكن نجد أن الحدود بين الجانبين يعني أصبحت من الصلب إلى الناعمة. صحيح، ولكن لابد لنا أن نعرف أن رغم أن القضية تتوجه إلى الانفراج، ولكن جذور القضية لم تحل. إذا يعني بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد وأصبحت الحدود من يعني الناعمة إلى صلب من جديد، فسوف يكون أهل مثلا مواطنين في كلا الجانبين يعني منفصلين من جديد. صحيح، ذلك لا يؤثر في المجال الاقتصادي والثقافي أيضا، بل قد تثير التناقضات الأخرى وتنفجر يعني بشكل الخلافات المذهبية. هذا يعني قال يعني كثيرين. صحيح، وإضافة إلى ذلك حقيقة نعرف أن أيرلند الشمالية ترفض يعني الخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. في رأي أيرلند الشمالية أن البقاء في الاتحاد الأوروبي يعني لديها فائدة كثيرة جدا، فيقلق كثير من الخبراء أنه إذا لم تحصل أيرلند الشمالية على المكان الخاصة يعني في إطار الاتحاد الأوروبي، فسوف يعني تظهر يعني نوع من الانفصالية من جديد. يعني لكن برأي تريزا مي أو الحكومة البريطانية، أن إذا تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب أن تخرج بجميع الكل. نعم، هذا يعني إذا تبغى أيرلند الشمالية في الاتحاد الأوروبي أو في الاتحاد الجمركي الأوروبي، هذا يعني برأيهم يخالف الدستور البريطاني.
نعم أستاذ جسوقي، نتحدث عن الاقتصاد. طبعا التعثيرات ليست اقتصادية فقط، لكن الآن نريد أن نتحدث عن التعثيرات السلبية على الاقتصاد البريطاني. إذا حدث بريكسيت بلا اتفاق، فما تأثير السلبية ذلك يعني على الاقتصاد للجانبين بريطانيا والاتحاد الأوروبي؟ نعم، هو يعني في الحقيقة عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن هو يعزز فرص حدوث هارد بريكسيت، يعني بريكسيت صعب أو حاد. نعم. وهذا يعني بالطبع ستكون له تداعيات كارثية على الاقتصاد البريطاني. في الحقيقة يعني محافظ البنك المركزي البريطاني حذر من هذا، وقال إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق هذا سيؤدي إلى حدوث مخاطر عالية، وسيؤدي إلى حدوث بلبلة في النشاط التجاري وفي النشاط الاقتصادي داخل بريطانيا، وسيثير موجة من التضخم أيضا وارتفاع الأسعار داخل الاقتصاد البريطاني. كذلك أيضا وزير الخارجية جيرمي هانت يعني في زيارته لألمانيا حذر ألمانيا وفرنسا بشكل خاص من أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق هذا سيعتبر خطأ جيوسياسي كبير جدا، وقال لهم ان يعني ان كل وظيفة سيفقدها الاقتصاد البريطاني ستكون هناك بالتوازي معها خسائر يعني في وظائف داخل الاتحاد الأوروبي، فالخسائر يعني ستكون على كلا الطرفين، وان كان الاقتصاد البريطاني سيتأثر بشكل اكبر. كذلك ايضا في الحقيقة ايضا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق هذا سيخلق حالة من عدم الثقة، وسيخلق حالة من عدم اليقين في بيئة الأعمال داخل الاقتصاد البريطاني، وستكون هناك ضبابية حيال الأفاق المستقبلية للاقتصاد البريطاني ولنشاط هذا الاقتصاد، وهذا سيؤثر بشكل كبير جدا على الاستثمارات الموجودة داخل الاقتصاد البريطاني. إذا نظرنا مثلا إلى مجموعة الصناعات الجوية الأوروبية، شركة إيرباص في بريطانيا هي هددت وقالت أنها ستنسحب من السوق البريطانية إذا لم تتوصل بريطانيا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وإيرباص وجودها داخل السوق البريطانية وداخل الاقتصاد البريطاني هام جدا، لأنها توفر بشكل مباشر 15 ألف فرصة عمل مباشرة، وبشكل غير مباشر توفر أكثر من 100 ألف وظيفة من خلال شبكات توريد عديدة. كذلك أيضا هي تساهم في الاقتصاد البريطاني بحوالي 7.8 مليار جنيه استرليني، فوجود شركة مثل هذه مهم جدا بالنسبة للاقتصاد البريطاني، وانسحابها من السوق البريطانية هذا سيؤثر بشكل كبير جدا على نشاط الاقتصاد وعلى حتى البيئة الاجتماعية، لأن خسارة هذه الوظائف في الاقتصاد البريطاني سيخلق نوع من عدم الاستقرار المجتمعي في بريطانيا. كذلك أيضا ليس مجموعة إيرباص وحدها، ولكن هناك أيضا مجموعات مصرفية هددت بالانسحاب من السوق البريطانية، بالإضافة إلى شركات أجنبية وبالأخص الشركات اليابانية هي تحدثت عن هذا صراحة، وقالت أنها يعني إذا لم تتوصل بريطانيا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن انسحابها من الكتلة الاقتصادية الأوروبية ستنسحب الشركات اليابانية. بالإضافة أيضا هذا سيؤثر على صناعات كثيرة موجودة داخل الاقتصاد البريطاني مثل صناعة السيارات، هذه تعتبر يعني عصب رئيسي في الاقتصاد البريطاني. إذا انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق ستكون صناعة السيارات داخل السوق البريطانية أكثر كلفة، هذا سيجعل المنتجات البريطانية تفقد ميزتها التنافسية، هذا بالإضافة أيضا إلى أنه ستكون هناك المزيد من الحواجز والعراقيل في تدفق التجارة والاستثمارات بين الاقتصاد البريطاني من جهة وبين الاتحاد الأوروبي من جهة، هذا يعني بالطبع سيؤثر كثيرا على نشاط الاقتصاد البريطاني. وهناك توقعات بأن في العام القادم عام 2019 سيتراجع نمو الاقتصاد البريطاني يعني بشكل حاد ليسجل
بشكل 1.1% مقارنة مع نمو داخل الاقتصاد داخل الاتحاد الأوروبي يصل إلى حوالي 1.9%. فأعتقد أن الاقتصاد البريطاني سيتأثر سلبا بخروجه من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق. في الحقيقة معظم المحللين يعتقدون ذلك، أن بريكس بلا اتفاق سيؤثر على الاقتصاد البريطاني بشكل خطير، لكن طبعا هناك من لا يوافق على ذلك، لكن سوف نتحدث عن ذلك بعد فاصل. الآن نواصل الحديث حول بريكسيت بلا اتفاق. أستاذ ليو، قبل قليل تحدث الأستاذ ديسوقي عن التأثيرات السلبية البريكسيت بلا اتفاق على الاقتصاد البريطاني وأيضا على الاقتصاد الأوروبي، لكن هناك من لا يوافق على ذلك. مثلا المؤيدين للبريكسيت يثقون بأن التأثيرات السلبية على الاقتصاد البريطاني ستكون مؤقتة وقصيرة المدى، أما على المدى الطويل سيكون الخروج من الاتحاد الأوروبي في صالح بريطانيا ويدفع ازدهار الاقتصاد البريطاني. فكيف تنظر إلى هذا الرأي؟ نعم، كما قال الأستاذ تسوق، يعني هناك سلبيات كثيرة جدا. طبعا وأعتقد أن هناك إيجابيات كثيرة أيضا. صحيح، لولا الإيجابيات فلماذا قررت بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي؟ حقيقة وافق على رأيك، يعني إلى حد ما. لماذا؟ يعني لأن ممكن أن نجد يعني أن الحفاظ على مسافة معينة مع الباري الرئيسي الأوروبي يعني هي استراتيجية اتخذتها بريطانيا منذ قديم الزمان. صحيح، تسعى بريطانيا إلى تحقيق نوع من الاستقلال السياسي وتحقيق نوع من التوازن بين القوى الكبرى في أوروبا. صحيح، الآن يعني ممكن أن نجد أن ألمانيا وفرنسا وخاصة ألمانيا لديها نفوذ وقوة كبيرة جدا في الاتحاد الأوروبي، وكثير من القرارات تم وضعها يعني تحت قيادة بقيادة ألمانيا وفرنسا. وفي رأي بريطانيا كثير من القرارات أو السياسات غير صالحة لمصالح بريطانيا، مثلا سياسة اللاجئين، مثلا سياسة تسنيع، والسياسة التأشير، والسياسة العلاقة مع روسيا. صحيح، فممكن بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي فممكن أن تتخذ بريطانيا يعني السياسات يعني بشكل أكثر مرونة، فبعد ذلك ممكن أن تستخدم بريطانيا يعني مزاياها النسبية بشكل أفضل. مثلا نعرف أن مزايا بريطانيا قد تحولت من قطاع التصنيع يعني إلى مثلا إلى المالية والخدمات الحديثة وإلى آخره، وهم أهم زبائنها هو الصين. صحيح، طبعا ممكن نجد أن المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبين الصين يعني تلعب ألمانيا دورا محوريا في ذلك، وتعطي ألمانيا يعني الأولوية لقطاع التصنيع. فممكن أن نجد أن مثلا في عام 2016 يعني الصادرات الألمانية إلى الصين حققت يعني 76 مليار يورو، كبير جدا، ولكن هذا رقم يعني 5 أضعاف بريطانيا. فبريطانيا تريد تغيير هذا الوضع، فتريد تغيير العلاقة أو تنسيق العلاقة بينها وبين الاتحاد الأوروبي وبين الصين وبين الدول الأخرى، ووضع يعني سياسة جديدة يعني لصالحها. طبعا كل شيء يعني سيف ذو حدين. صحيح، فبعد خروج من الاتحاد الأوروبي سوف لا تتمتع بريطانيا يعني من التسهيلات في التجارة وفي انتقال في تناقل رأس المال وفي تحرك الإنسان وفي الخدمات الجيدة يعني في إطار الاتحاد الأوروبي. وإضافة إلى ذلك سوف لا تستطيع بريطانيا أن تلعب دورا مباشرا أو أن تضع يعني ضغوط على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مباشرة. هذا يعني خسارة كبيرة أيضا بالنسبة إلى بريطانيا.
نعم. وأستاذ جسوبي، يعني الآن لا نعرف هل سيحدث البريكسيت بلا اتفاق أم لا، لكن في حال توصل الجانبين إلى اتفاق حول البريكسيت، حول أيرلندا، حول الرسوم الجمركية مثلا، فهل يمكن أن نتفائل تجاه تأثيرات البريكسيت على الاقتصاد البريطاني والاقتصاد الأوروبي؟ إلى أي مدى يمكن أن يحمي هذا الاتفاق الجانبين من التأثيرات السلبية الاقتصادية؟ نعم، هو في يعني السؤال الذي أجبته يعني كان يتحدث عن السلبيات التي ستواجه بريطانيا إذا لم يتم التوصل إلى نعم اتفاق. نعم ولكن يعني كما أجاب الأستاذ ليو، يعني هو يعني إذا كان هناك اتفاق ستقل التأثيرات، وإن بريطانيا أيضا ستكون لها مزايا إذا حافظت على مسافة معينة من الاقتصاد الأوروبي. في الحقيقة يعني أنا أستبعد، يعني خلال لأن الفترة المتبقية هي في حدود 7 أشهر، أستبعد التوصل إلى اتفاق في خلال هذه الفترة. يعني أعتقد أنه أمر صعب. بريطانيا يعني أو تريزا مي تتحدث حاليا عن، واتفقت بالفعل مع حزبها حول يعني إنشاء منطقة للتجارة الحرة مع الاقتصاد الاتحاد الأوروبي، وأيضا اتفقت مع حزبها على وجود فترة انتقالية. هذه الفترة الانتقالية يعني للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول يعني الأوضاع، القضايا العالقة التي ما زالت محل خلاف بين الجانبين. فهذه الفترة الانتقالية هي ستكون بمثابة فرصة للجانبين للتوصل إلى اتفاقات. لكن أعتقد أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، وإذا استطاع الجانبان حل النقاط الخلافية العالقة بينهما، أعتقد هذا سيصب بشكل كبير جدا في صالح الاقتصاد البريطاني، وسيقلل من التأثيرات السلبية التي ستتعرض لها بريطانيا في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي. أعتقد أن يعني هناك يعني في هذه الفترة الانتقالية هناك حديث عن يعني علاقات اقتصادية في مجال الصناعة وعلاقات في مجال الزراعة من خلال قواعد مشتركة مع الاتحاد الأوروبي. إذا تم التوصل أيضا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، سيكون هناك يعني المنتجات البريطانية ستحافظ على تنافسيتها. أعتقد أن العراقيل والحواجز التي يعني بين الاتحاد الأوروبي وبين الاقتصاد البريطاني ستكون أقل بوجود هذا الاتفاق. أعتقد أيضا أن يعني وجود اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بعد انسحابها من هذا الاتحاد، هذا سيسمح للاقتصاد البريطاني أيضا بتوقيع اتفاقيات مع أطراف أخرى، يعني مثل الصين ومثل روسيا وغيرها من والولايات المتحدة. هذا سيصب بشكل كبير في صالح أيضا الاقتصاد البريطاني. هذا سيعزز الثقة في مجال، يعني وجود اتفاق سيخلق حالة من الثقة وسيخلق حالة من اليقين إذا الاقتصاد البريطاني، وسيهدئ مخاوف الشركات يعني الأجنبية الكبرى الموجودة داخل الاقتصاد البريطاني. كما تحدثنا منذ قليل، يعني شركة إيرباص متخوفة من عدم التوصل لاتفاق، ومجموعات مصرفية وشركات يابانية موجودة داخل الاقتصاد البريطاني. وجود اتفاق سيخلق حالة من الثقة هذه الشركات الأجنبية وهذه الاستثمارات الأجنبية، وسيعزز بشكل كبير مستوى النمو داخل الاقتصاد البريطاني. فأعتقد أن نعم. وجود اتفاق سيقلل الآثار السلبية التي نعم ستتعرض لها بريطانيا. نعم السؤال الأخير أستاذ ليو، بعد الخروج الرسمي من الاتحاد الأوروبي ستلعب بريطانيا دورا جديدا في العالم، ويعتقد البعض أن يعني تعريف هذا الدور الجديد سيكون تحديا بالنسبة إلى بريطانيا، هل توافق على ذلك؟ نعم، يقول كثير من الخبراء أن بريطانيا سوف تلعب دورا جديدا، ولكن في رأيي أنا أعتقد أن ليس هناك دور جديد، بل سوف نجد استمرارية سياستها يعني منذ قديم زمان. كما قلنا قبل قليل، يعني تظل بريطانيا يعني تريد أن تحافظ على يعني مسافة معينة مع البري الرئيسي الأوروبي، وحتى ولو في الفترة التي تبقى يعني
فيها في الاتحاد الأوروبي. يعني ممكن أن نجد أن إذن الدور الجديد ليس مشكلة بسبب ضيق الوقت. ننتهي هنا من هذه الحلقة. شكرا لكم. شكرا. شكرا لكم أيضا على حسن المتابعة. إلى اللقاء في حلقة قادمة.